اليوم ما سمعنا صوتك. اليوم ما سمعت صوتي وانا في الدائره ما غير اتكلم. كلامك كله شكرا يا اخي. تصدق اني شايل هم الدائره هذه؟ ايش رايك فقره الدائره؟ والله شايل همها. بالعكس والله انا استمتعت جدا. والله هي انا بشيل همها. جميله بس ترى يعني ها؟ ايش؟ همها كثري والله. الدائره؟ اي والله. لا ترى الدكتور خالد يعطيك السقف. يا حبيبي انا كيف السقف؟ يقول لي سالنا اول سؤال قال في اشياء عندكم خطوط حمراء؟ اقول له انا والله عندي الشيء الفلاني. والله عندك؟ لا حبيبي انا والله عندي اسئله ما بجاوب عليها. إيه بتحفظ عنها. قول له من بدري. لا اسمها الدائره تجاوب ولا ما تجاوب؟ ما يبغى لك تقول له من بدري، لا يسالني في الهواء. طيب هو حسن. انا بقول اتحفظ ولا رجاوب؟ الكلام على الصوره واقعيين. احنا واقعيين ما عندنا. فهمني يا واقعي انت. والله من جد أم قبل الهواء اقول لا علي اسالني. واقعيه شباب، نبغى واقعيه. اسمعني يا واقعيه، جاك على واقعيه انت الحين. في اسئله من الاسئله اللي سالت اليوم فيها احراج؟ ما في. والله في احراج. الكلام انتبه الكلام. يعني انا شوف زي الرد الاول ما كان يعني سريع. لمين؟ لاي سؤال؟ لا انا اللي طالع طبعا. مين اللي اعطاه الاسئله؟ جمعان شوف. لان انا هو موضوع الصوره. ترى الصوره مشكله. الصوره ما هي مشكله بالعكس. انا كنت متوقع السؤال. لا مو يا اخي، انت جاتك صوره حلوه. لا اسمع، موضوع وش ما فيه. يجيك سؤال، انا عن نفسي اتكلم عن نفسي، يجيني سؤال بجاوب، لكن يحرجني في السؤال ما بجاوب. في اسئله ما يمديك تجاوب عليها على الهواء. طيب الصوره السؤال تقدر تقول له تحفظ عن الاجابه، بس الصوره ايش بيجيب صوره مثلا؟ ما ادري. لو قال لك موافق ولا ما انت موافق تقول له بشوف اول. يا رجال الحمد لله صورنا كويسه، ما احنا على ايش كيف يعني. انا شفت الصوره مسيئه. والله اجيب لك صوره يعني كيف يجيب اللي في بالي. رجله قريبه من الارض ما شاء الله تبارك الله. دي 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 ذاك حاقد علي. انا شاك فيني حاقد علي. سريع عز الله يمكن سريع الخزع ما شاء الله عليه. اللي يجي علي يا رجال اقول له برطمك هذا ما شاء الله يا ابو دميري. ما هي رجال في صور ان الله يستر. بس ترى اختلفت عن العام انها تحسها فقره بناء. يعني فلان كيف حالك مع امك وكذا، وبعدين ثلاث اشخاص وكل واحد ياخذ وقته في الاجابه. العام واحد بس نفض. وتخيل يخلص الاسئله عنده ثلاثه بنود، بقى اربع بنود ناصر من كل بنت خمس اسئله. بعدين كل الشباب هشام يا معاذ كل الشباب يسالوك. تخيل. اي اظن سؤال زي اليوم اللي ساله سعد ما يقدر يجاوب. ما يقدر يجاوب في اسئله. صارت من الشباب صح؟ صارت من الشباب ما عندك تقولها على الهواء. الله يحييكم. حسن كبير. بيني بينك شوف، ترى بيني بينك هونها وتو لو يسولف عط الناس يطعن سلامه. والله الواحد عشان يعطي ويقدم فيما تبطن من البرنامج وحتى في باقي حياته لازم يتحلل من الضغوط. كيف؟ لازم يتحلل من الضغوط، يعني يخرج من كل ضغط. ضغط التسويق، ضغط الجمهور، ضغط المراكز، ضغط الاسئله، ضغط البث نفسه وطوله البث. شوف اقول لك حاجه، لازم تخرج من هذا كله عشان تقدر تقدم بريحيه. دعوه سهايل. يعني ايش اكثر كلام كان ينقال؟ قالوا معاه حتى قال واحد من الشباب اليوم من جاء، قد ما تكون خايف من برايم او خايف من الخصومات تجيك. اي الحرص الزايد ترى يجيب العيد. ايوه فركز، اعطي نفسك يعني مساحه وراضي بقضاء الله وقدره اولا واخر. يا رجال الحرص الزايد ترى يجيب العيد. اي والله والله. لا اصلا يا اخي تشغل نفسك، تشغل يعني زي اللاعب لما يعترض على الحكم بعد ما احتسب بلنتي. انا اكون سريح معك. ما له صلاح. انا اقول لك حاجه. ايوه والله العظيم يا مشاركتي في البرنامج هذا من الاهداف اللي انا جايه في البرنامج هذا اني اكتسب عادات ايجابيه، مثلا اني انضبط في الوقت. أيوة. برامج اكون انسان انضباطي. والله الصلاه اذن خلاص بسرعه، ما تاخر ما تفوتك الصلاه. فهمت علي؟ والله يا اخي تتعود لمده شهر ترى ما يسهل. والله ما يسهل. انت كم شهر؟ ثلاثة شهور؟ والله مشروع. طيب ثلاثة شهور ما تستفد. كيف التكييف هنا؟ كير. يا ابو يوسف كيف حالك؟ مبسوط ان شاء الله؟ جميلة.
والله العظيم رجلي ما تشيني ارجف. ايش تسوي احيانا تكون في موقف لا تحسد عليه؟ احسن لك تطلع برا. اذا شفت لك، اذا شفت لك بتجيب مصيبه ابلع. اذا بغيت تنفستتلو